مسافر على زيطيه يا مسافر خدني وياك على بحر الميه وعلى زيطيه يا مسافر على زيطيه سلم على البسيط الغالي والبدروسيه عمصيف كاسب وديني تسلم على الغار وعشموخ الاقرع فرجيني عالداير من دار حيز كوران وارمين الصغرى وعيد الدار نكروم العين بطعميني واخطف لي شويه وعلى زيطيه يا مسافر وعلى زيطيه حي زغرين الجميل والحيراجية وعلى زيطية يا مسافر وعلى زيطية أو سلم لي على قيرنجة وعلى عيساوية سلم لي على الربيع أو سلم على الغابات وعكروم الخضر الواسيع صنوبرها مرايات سلم لي على الربيع أو سلم على الغابات وعكروم الخضر الواسيع صنوبرها مرايات نفر اللقع جبال الضيعة عم يحكي حكايات سحرتين بأول تطليعة يا قابلية وعلى زيطية يا مسافر وعلى زيطية أو حي برابج بو شريفي والدرباشية وعلى زيطية يا مسافر وعلى زيطية وحي التعتور ودمسرخ وحي الشامية عقصت المعاف الغالي ودوني يا عيون تسلم عالتل العالي وعطهور الزيتون عقصت المعاف الغالي ودوني يا عيون تسلم عالتل العالي وعطهور الزيتون برج قوامي عالميالي وطهور الزيتون ظهرا بالخير محمالي يا حريري على زيطية يا مسافر على زيطية وعلى الزيتون والنملي والسنبلية على زيطية يا مسافر على زيطية سلم عابرني والجوزي لك المشاهدية الإخبارية السورية من عروس الساحل السوري اللاذقية حارسة الأبجدية وجارة أوغاريت مهد الكتابة وختامة دماء الشهداء كانت قد دمغت ترابة الطاهر حتى بات قبلة للناس فأنت يا لاذقية أطهر المدن التي تختسل بمياه متوسطها وأيضا عزت جبالها محفورة بالذاكرة هذه اللوحة لكل من زارها رحلتنا كانت رحلة شغف نور مبارح بطرقات عيوننا عم تختزن صور ومشاهد من اللاذقية صور عزت الجبال جمال المنظر وأيضا فرحة اللي رصدناها بعيون كل مين شفناه سائح وجاي على اللاذقية أكيد بدنا نقول لكل مشاهدينا اللاذقية بأبهى حلتا اليوم صباحنا مثل ما قلنا من اللاذقية يسعد صباحك يسعد صباحك زينب وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا عم نطلع عليكم من اللاذقية اللي حملت أسماء عديدة وبقيت لؤلؤة الساحل السوري عم نطلع عليكم من أوتيل أفاميا بحلقات خاصة ومميزة واستثنائية اللاذقية هي المنفذ الأول على البحر المتوسط والحاضن الأكبر لمرافقه ما أكسب موقع تجاري فريد من نوعه وأنغناها بالعديد من المرافق الحيوية والصناعية والتجارية رح نكون معكم مشاهدينا على مدى 4 أيام بحلقات خاصة واستثنائية من لاذقية العرب ومثل ما قلتي زينب يمكن أول ما أجينا على اللاذقية مبارحة على الطريق لفت نظرنا الناس والعجقة على البحر لما تجي على البحر في سحر خاص في هواء خاص للبحر وحتى بتحسي الهواء لما تشميه في نكهة خاصة رح يطيرنا اليوم اليوم هي الاستقبال باللاذقية رح يكون غير شكل حلقتنا بلشت لكن كالعادة مشاهديها بنبتديها بعد الفاصل
يعني نور، يمكن كتير في مناطق حابين نزورها بلادقية ونورجي كل العالم جمال هي المحافظة، اللي بالرغم من أول ما دخلنا على مدخل المدينة يمكن كان في صور كتير من الشهداء يلي طبعا طهروا تراب مدينة اللاذقية، لكن بالرغم من هذا الجانب التضحوي كمان هو مرآة لشعب صمد وشعب حافظ على هي الطبيعة وحافظ على وجودنا واستمراريتنا أكيد بالحياة. أكيد زينب، مثل ما قلتي هي مرآة الحياة، يعني في كتير من الشهداء الرحمة لروحهم، بتمنى الشفاء العاجل للجرحى وأكيد التحية الكبيرة لرجال عربي سوري وين ما كانوا متواجدين. نحن على مدار 4 أيام رح نحاول نكون بمناطق متعددة من محافظة اللاذقية وريفة لنورجي الناس قديش في مناطق جميلة عندنا بسوريا توازي يمكن المناطق بالوطن العربي وعلى مستوى العالم في أجمل مدن العالم تماما، في نظر جمالية للطبيعة خلابة جدا. أكيد، وحتى نعرف أيضا عن اللاذقية وأسماء اللي أطلقت على محافظة اللاذقية بالتاريخ، خلونا نشوفها بتقرير هل تعلم. هل تعلم ماذا تسمى اللاذقية قديما؟ أيام الفينيقيين أطلق على اللاذقية اسم أوغاريت لكونها الضاحية الجنوبية لمدينة أوغاريت الشهيرة وكذلك شمرة، ثم حول الاسم إلى راميتا ومعناه المرتفعة، وسماها الفيلسوف والمؤرخ فيلون راماثوس وهو اسم أحد الآلهة الفينيقية. أما السكان المحليون فدعوها مزبدة التي تعني في العربية زبد البحر. أما أكثر الأسماء شيوعاً وهو أصل الاسم المتداول اليوم فهو الاسم الذي أطلقه عليها في القرن 4 قبل الميلاد الإمبراطور سلوقوس بعد أن جدد بناءها، وهو لاوديكيا على اسم أمه، كما سمى أنطاكيا اللاذقية. أما خلال العهد الروماني فسمها يوليوس قيصر في القرن الأول قبل الميلاد جوليا، وسمها الإمبراطور سيبتيفموس باسمه أي سيبتيما السافرية، غير أن الأسماء الرومانية لم تنتشر وظلت التسمية السلوقية هي الشائعة، وعندما قامت الدولة الأموية في دمشق أطلق عليها اسم لاذقية الشام عروس الساحل. هل تعلم أن شلمي هذا الاسم الأوغاريتي هو اسم مصيف سلمى المشهور في أيامنا هذا؟ شخصيتنا لليوم مشاهدينا روائي سوري قال في يوم من الأيام أنه البحر كان دائم مصدر إلهامه وأنه معظم أعماله مبللة بمياهه الصاخبة. بيقول أيضا أنه إذا نادى البحر بيقول يا بحر إجيتك، أنا البحر، أنا في ولدت وبتمنى أني موت. وكمان قال تعرفون معنى أن يكون المرء بحار. اليوم شخصيتنا الروائي الكبير ابن اللاذقية حنا مينا وتفاصيل من حياته بالمادة التالية. حنا مينا كاتب وروائي سوري من مواليد مدينة اللاذقية عام 1924، عاش في مدينة كانت عشقه وملهمته بجبالها وبحرها. كافح كثيرا في بداية حياته وعمل حلاقا وحمالا في ميناء اللاذقية، ثم كبحار على السفن والمراكب. اشتغل في مهن كثيرة أخرى، ثم بدأ بكتابة المسلسلات الإذاعية للإذاعة السورية وباللغة العامية. البداية الأدبية كانت متواضعة، تدرج في كتابة العرائض ثم في كتابة المقالات والأخبار الصغيرة للصحف في سوريا ولبنان، ثم تطور إلى كتابة المقالات الكبيرة والقصص القصيرة. بدأ نجمه يصعد تدريجياً مع روايته المصابيح الزرق وعمله في الصحافة في جريدة الإنشاء التي أصبح رئيساً لتحريرها. صنع مينا أدبه وقصصه من تفاصيل حياته التي عاشها، فكانت حياة البحر والبحارة حاضرة بحلوها ومرها. أبدع في الكتابة عن البحر بروايات فيها الكثير من الصدق والعمق والمعاناة والكفاح والواقعية والحب والجمال. تحولت الكثير من أعمال مينا إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وكان أشهرها مسلسل نهاية رجل شجاع، ومن أبرز أعماله الشمس في يوم غائم، الشراع والعاصفة، المستنقع، حارة الشحادين، وغيرها الكثير
من الروايات الخالدة. ساهم حنامينا مع لفيف من الكتاب بتأسيس رابطة الكتاب السوريين، وكانت له المساهمة الأكبر بتأسيس اتحاد الكتاب العرب. حصل مينا على عدد كبير من الجوائز، نذكر منها جائزة المجلس الأعلى للثقافة والآداب والعلوم بدمشق عن رواية الشراع والعاصفة عام 1968، جائزة المجلس الثقافي لجنوب إيطاليا فازت بها رواية الشراع والعاصفة عام 1993 كأفضل رواية ترجمت إلى الإيطالية، كما نال وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة بتاريخ 28 من أيار عام 2002. يعتبر حنامينا شيخ الرواية السورية وأحد أعمدة الرواية العربية. كان طبعا أكثر الأعمال المحفورة بذاكرة السوريين نهاية رجل شجاع من كتابة وتأليف الأستاذ الكبير والروائي الكبير حنامينا. أكيد زينة، وكثير من الروايات اللي عطى فيها صورة عن مدينة اللاذقية، عن البحر، بما أنه كمان كان يعمل بالمرفأ، مرفأ اللاذقية، فعمل قصص فعلا من الواقع وسلطة بطريقة أدبية انتشرت لكل العالم. يعني أكيد الله يطول بعمرك. أكيد من وجه له تحية الأستاذ الكبير حنامينا، ومثل ما قلتي كانت أهم أعماله على مستوى دراما سورية اللي كانت بوابة للانطلاق. صحيح. تمام، للانطلاق بدراما على مستوى الوطن العربي نهاية رجل شجاع. نتمنى له أكيد طولة العمر. أكيد نور، خلينا نروح ونبدأ بالقطاع الخدمي لنحكي عن الخدمات اللي قدمت لمدينة اللاذقية مؤخرا لتستقبل سياحة وزوارة بصورة باهية، بنفس الوقت كمان لتقدم أفضل الخدمات السياحية. لنحكي أكثر عن هالموضوع، بشاركنا الأستاذ نوار عثمان مدير الخدمات والصيانة بمجلس مدينة اللاذقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك مشاهدي الأخبار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. بالبداية خلينا نحكي، محافظة اللاذقية تعتبر من المناطق السياحية بسوريا وهي نقطة مهمة على مستوى الوطن العربي. خلينا نحكي عن إعادة تأهيل مدينة اللاذقية، كان في بالفترة الأخيرة شغل كتير كبير للمحافظة. طبعا بداية الله يرحم شهداء واستشهاد حجاج سوري، طبعا بفضل انتصارات بقعة وراء أخرى عم بيعود الخضار والحياة لكل مناطق الجمهورية العربية السورية. التحضير للموسم السياحي بمدينة اللاذقية تحديدا بدأ مبكرا بتوجيه من السيد محافظ اللاذقية يشمل كل القطاعات الخدمية الخاصة بمدينة اللاذقية. مباشرة ترجمة لهذه التوجيهات، السيد رئيس مجلس المدينة قام بتشكيل فريق عمل من كافة القطاعات الخدمية سواء النظافة والخدمات والصيانة والآليات، ووضع برنامج لمحور الحركة من مدخل المدينة وباتجاه المناطق السياحية. طبعا البرنامج شمل إعادة تأهيل بعض المواقع بالمجبول الزفتي وصيانة حفر في مواقع أخرى، بالإضافة إلى العناية بالجزر الوسطية وإعادة تأهيلها وزيراتها، والتركيز بشكل أساسي على موضوع النظافة بكل أشكاله سواء في الجزر الوسطية أو بالشوارع الرئيسية. والعمل بدأ المحور من مدخل المدينة الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية باتجاه طرق الشاطئ وطريق الكورنيش الغربي وطريق الكورنيش الجنوبي. بالفترة الماضية أو مؤخرا خلينا نحكي، تم إزالة بعض البسطات من بعض المناطق للحفاظ على شكل المنطقة السياحي والحضاري. هل أمنتم البديل أول شيء، وكيف كانت الحلول، يعني كيف وجدتوا الحلول للبسطات اللي كانت بهي المنطقة اللي كانت عم تعطي شوي شيء شعبي لهي المناطق؟ طبعا في منطقة كان أساسي شارع بفراس الحمداني كان موضوع البسطات فيها بشكل مشكلة صراحة لمدينة اللاذقية، شارع رئيسي عم بيكون في عائق مروري لحركة السيارات أو لا مرور المشاة. طبعا البسطات الموجودة تم جردها وتم توزيعها على مواقع أخرى، المرخصة منها مباشرة تم تسليمها لمواقع أخرى اللي هو سوق التأمينات، حوالي 48 بسطة مرخصة. أما البسطات الأخرى تم نقلها لمواقع أخرى، وحالياً عند مجلس المدينة اللاذقية عم بيحط مواقع بديلة
طبعا البسطات لم يتم إزالتها بشكل كامل، مواطنين نقلة يعني نقلة إلى موقع آخر مناسب أكثر ما بيعيق المرور ولا بيأثر. الحفاظ على جمالية المكان وهي نقطة مهمة، خصوصا الشارع اللي كان موجود فيه شارع أبي فراس اللي جانب الريج القديم، كل أهالي اللي فيه بيعرفوا الموضوع، هو شارع حيوي وشارع كثير مهم. يعني امبارح كان الوضع مختلف كليا بحركة مرور السيارات وحركة المشاة ونظافة المنطقة. طبعا الخطة مستمرة بمواقع أخرى لإزالة أي تعديات، لإزالة أي بسطات غير مرخصة. نعم. طيب خلينا نحكي عن هاي الخطة. في خطة لصيانة كاملة لمدينة اللاذقية وعدد المناطق اللي فيها، خصوصا الكورنيش يعني عم يتم تنظيفه والاهتمام فيه بشكل كبير. خلينا نحكي عن هاي الخطة، شو المناطق اللي تم تحديدها؟ أنتم مستمرين بالعمل بشكل متواصل لأنه الموسم السياحي مثل ما قلت بلش، فالاهتمام بيكون مضاعف والمسؤولية بتكون نوعا ما عليكم كبيرة. طبعا السنة الموسم السياحي كان بدايته مع العيد، عيد الفطر السعيد، وكان اختبار لمجلس مدينة اللاذقية في استقبال الأخوي المواطنين وموضوع المرافق العامة. طبعا قبل العيد مجلس المدينة قام بصيانة عامة للكورنيش الغربي عبر عقود مع الشركة العامة للطرق والجسور. الكورنيش الغربي قام بصيانة حوالي كلفة 35 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى محور الاستراد الثورة وطريق الشاطئ حوالي 40 مليون ليرة سورية. طبعا الأعمال كلها انتهت قبل العيد، يعني أول يوم العيد كانت الأعمال منتهية بشكل كامل، بالإضافة إلى صيانة بعض الحفار في طريق المدخل الشمالي اللي بيودي إلى المناطق السياحية الشمالية في مدينة اللاذقية وطريق الشاطئ الأزرق. رافق موضوع صيانة الطرقات موضوع صيانة الإنارة العامة، طبعا هذا كتير مهم، وخاصة أنه خصوصاً بعض الطرقات يمكن أو شوارع أهل اللاذقية كانت عتمة، كانوا يعانوا من أنه عتمة ما فيها ولا ضوء. السنة كانت مميزة، طبعا العمل كله كان عبر ورشات مجلس مدينة اللاذقية. طريق الشاطئ 75% منه صار إنارة بشكل كامل، طريق المدخل الشمالي منطقة الشيخ ظاهر، كافة المناطق والمحاور السياحية والرئيسية بشكل عام والكورنيش الجنوبي كمان تم إنهاء الإنارة بشكل كامل. يعني الإنارة تقريبا 100%، المعاناة السابقة كانت كبيرة فيما يتعلق بالإنارة، بس السنة مع إطلالة العيد كانت كل هذه الأعمال منتهي بشكل هذا الشيء كان واضح بساحة الشيخ ظاهر بعد الإنارة اللي صارت بعد عمر يمكن سنوات من عام 1998. طبعا موضوع الشيخ ظاهر ما بس إنارة، كمان النوافير اشتغلت. أكيد. يعني بالعيد كانت الشيخ ظاهر كانت شغالة، كانت معلم معلم عيد بشكل طبعاً. جميل طبعا، فكانت معلم وكانت عيدية لأهالي اللاذقية، لأنه الشيخ ظاهر إلى رمزية بكل شيء لأهالي اللاذقية. خلينا نحكي شوي كمان عن دوركم أو خطة اللي عم تشتغلوا عليها لتجميل مدينة اللاذقية. يعني عم نشوف كورنيش جبلة في تحسن، في تجميل للشارع العام والشواطئ أيضا، كورنيش طرطوس أيضا، كمان المناطق السياحية، كورنيش اللاذقية. شو الخطة اللي عم تشتغلوا عليها، وخاصة أنه هذا الكورنيش بقلب المدينة، وهل في خطط أخرى أو مناطق أخرى حتعملوا عليها؟ هلا الكورنيش الغربي تحديدا الخطه تاعت مجلس المدينه تم تنفيذها. بتلاحظي الكورنيش الشجر كم تم تقليمه، صحيح، حتى مقلم بطريقه تزيينيه للسنوات يعني السابقه بدأت تماما. الفتره الماضيه تم وضع مقاعد للاخوه المواطنين، حوالي 50 مقعد تم توزيعها. صيانه المجبول السفلي مثل ما حكينا من شوي تم تنفيذه، بالاضافه الى طبعا مجلس المدينه موضوع النظافه توجيهات من السيد المحافظ. هذا موضوع يعني خط احمر، الكل مستنفر لتامين النظافه ما بس بالكورنيش، بكل مدينه اللاذقيه حتى بالاحياء الشعبيه. فالكورنيش استكملت الاعمال الخاصه فيه تحديدا الكورنيش الغربي. الكورنيش الجنوبي هو الموضوع متعلق بمشاريع سياحيه قيد التنفيذ، بتعرفي عندي بدها وقت لانه عقود تحت المواطن يلاحظ انه الاثار او يلاحظ نتائج العمل. كمان مجلس المدينه اهتم السنه بالسياحه الشعبيه في مواقع بالشاطئ الازرق، في مواقع بجانب المدينه الرياضيه، حتى بالرمل الفلسطيني. تم تسليم وعلى الكورنيش الغربي تم تسليم مساحات معينة
لتكون متاحة لكل الشرائح بأسعار تماماً. معقولة يعني. تماماً، هي سياحة شعبية يعني تماماً. تقسيم عدة مواقع، مثلاً على منطقة الكورنيش 7 مواقع، برمل الفلسطيني 20، بالشاطئ الأزرق 15، بين المساحة ما بين 150 إلى 200 متر مربع كل قطعة، تم إعلانها للاستثمار حتى تكون يعني ملاذ للإخوة المواطنين طبعاً، موضوع طبعاً لأنه تكاليفها طبعاً أكيد بتكون أقل من المواقع الأخرى للمنتجعات السياحية، حتى المواطنين أو الزوار يكون لهم متنفس بكل فئة أقل. فركز كتير مجلس المدينة على هالموضوع السنة، تم تسليم حوالي 50% من هالمواقع والعمل جاري لتسليم المواقع. ويمكن كمجلس مدينة للصيانة عليكم مسؤولية كتير كبيرة اليوم، خصوصا مثل ما قلنا اللاذقية تعد منطقة سياحية. قديش اختلفت السياحة إذا فينا نقول الموسم السياحي هذا عن الموسم الماضي من خلال عملكم المستمر لتحسين الواقع الخدمي والواقع السياحي بشكل عام؟ طبعا نحن الحمد لله مثل ما حكينا بفضل التحسن الواقع العام يعني طبعا عكس على الواقع الخدمي، كل سنة أفضل من السنة. حتى السنة هذه كان في ازدياد بعدد الرواد بفترة العيد، كان في كثير مدينة اللات في عدد كبير من الرواد، كان في ازدحام شديد. لمسنا أول ما أجينا في يعني أول ما أجينا على اللاذقية لمسنا هذا الشيء، في عجقة في ناس كثير استمرت طبعا. بس نحن مثل ما حكينا كان موضوع العيد اختبار، طبعا نحن بأول يوم كان في توجيه من السيد المحافظ لكل المؤسسات الأخرى بمؤازرة مجلس المدينة، طبعا المحافظة بشكل عام هي فريق عمل واحد، تم دعمنا بآليات من الخدمات الفنية من الحوض الساحل ومديرية الزراعة، لأنه كان العمل صراحة كبير كثير، اشتغل الكل كفريق عمل واحد والحمد لله كانت النتائج يعني نعرف من وراء الشكاوى الأخوة المواطنين أو حتى في خط معين للتواصل للمواطن، يعني إذا عنده مشكلة معينة في يتواصل معكم بطريقة ما حتى يوصل لمشكلته إن كانت خدمية أو صيانة أو يمكن يعطيكم فكرة معينة ممكن تاخذوها بعين الاعتبار؟ طبعا هلا التواصل بداية عبر موقع مجلس مدينة اللاذقية على الإنترنت، موجود صفحة للشكاوى تحديدا والعرض والخطة وكل تفاصيل عمل مجلس المدينة، طبعا أرقام التليفونات الخاصة بالدوائر الخدمية والمكتب الرئيسي لمجلس مدينة اللاذقية منشورة وموجودة على الموقع وموجودة بشكل دائم، تواصل بشكل مباشر مع الأخوة المواطنين. طيب خلينا نحكي مع حضرتك عن المناطق السياحية اللي كنت توجهوا لها يعني لقدام، في خطة أكيد لاستكمال العمل واستكمال المشاريع مثل ما قلت، لأنه الموسم السياحي هذا ما بيوقف، هو موسم مستمر يعني بشكل سنوي، في خطة قادمة حاطينها واضعينها؟ وقديش هي يمكن الخطط كمان فيها عبء ومسؤولية وتكاليف مادية كبيرة؟ طبعا هلا نحن في خطة هي قصيرة الأمد وخطة طويلة. الخطة القصيرة الأمد تتعلق بالأعمال الروتينية الخاصة بمجلس مدينة اللاذقية اللي هي الصيانة الدورية الدائمة للقطاع الخدمي سواء طرق ولا إنارة، أو الاستمرار بالمحافظة على المسطحات الخضراء. يعني إذا بتلاحظوا المسطحات الخضراء والجزر الوسطية كان في كثير على ما أعتقد شكلها مميز، حتى نحن بالفترة الأخيرة قمنا بزراعة حوالي 1000 شجرة وشجيرة تزيينية، محور الموقع التصوير إذا لاحظتوا اختلف كليا عن العام الماضي. دخل المدينة تم الاعتناء بالمسطحات الخضراء والتركيز عليها، هذه أعمال دورية مجلس المدينة عم بيقوم فيها بشكل دائم. طبعا التركيز حاليا في حمري منطقة الشاطئ الأزرق بدأت قبل العيد ومستمرة لغرب الميرديان أو شرق المنتجع. الكورنيش الغربي والجنوبي هي أعمال دورية بسيطة، وظل الخطة لطويلة الأمد هي المشاريع الاستثمارية والاستثمارات السياحية الموجودة تحديدا على الكورنيش الجنوبي. بس قديش فعليا اختلفت يمكن الكثافة السكانية اليوم بمحافظة اللاذقية بعد تحرير مناطق واسعة على يد رجال الجيش العربي السوري؟ كان في ضغط وكثافة سكانية على المحافظة، اليوم يمكن صار في بعض من الحلحلة شوي والارتياح يعني للمسؤوليات، صحيح صارت مضاعفة بس خف العبء شوي فينا نقول. طبعا هلا بس الموضوع كان الضغط على السياحة يمكن أكثر، يمكن السياح عم يتوافدوا على اللاذقية هلا بشكل كبير. تماما بالمقابل طبعا نحن تنظيميا في مناطق سياحية مصنفة تنظيميا سياحية، وفي مناطق طوق المدينة اللي هي مناطق
المناطق والأحياء الشعبية. في طوق المدينة أو المناطق المحيطة بالسياحية كان في العبء خف، يعني كان في كثافة سكان عالية، موضوع النظافة كان في عبء كتير كبير. بالمقابل مثل ما حكيت حضرتك زاد العبء بالمناطق السياحية، ازداد عدد الزوار لكن خصوصا من خارج المدينة، حتى السياحة الداخلية اللي هي ضمن المدينة من منطقة إلى أخرى طبعا زاد على الشواطئ فيما يتعلق، خصوصا فيما يتعلق موضوع الشواطئ الخاصة بالسباحة. فمن الناحية المناطق السياحية ازداد العبء. يعني بتحب تقول كلمة أخيرة بنهاية لقائنا أو توجه أي شيء توعوي للمواطنين، خاصة أنه نحن موسم سياحة ودائما رسائل التوعية بنحب نوجهها، يعني دائما لما يكون في أعمال صيانة وتجميل للمدينة بنتمنى الحفاظ عليها لتبقى اللاذقية بأبهى حلة. بتحب تفضل. هل طبعا هلا أول شيء بنشكر كل العاملين بمجلس مدينة العقيل، العمال تحديدا، العمال اللي أغلبهم خلال فترة العيد ضلوا مداومين ما في أي عطلة، جنود مجهولين نوجه لهم تحية تماما، سواء عمال نظافي ولا الصيانة الكادر، واللي ساعدنا طبعا من بقية دوائر محافظة اللاذقية بمختلف المفاصل. نحن ما احتجنا حدا بأي ساعة إلا لبانا مباشرة. ومن جهة أخرى نحن نتمنى من خلال المواطنين موضوع المحافظة على المرافق العامة. صراحة كان في حالات من التخريب المتعمد أو غير المتعمد، طبعا متعمد يعني متعمد ممكن واحد هو مشيان يخرب مقعد، يعني هذا الموضوع نحن عانينا منه، موضوع حتى بالإنارة العامة اللوحات كانت فيها. فنتمنى من الكل، المرفق العام هو لألنا كلياتنا، للمواطن حتى لألنا، يعني بمرحلة ما بدنا نروح على حديقة، بدنا نروح على شاطئ، من الحفاظ على المرافق العامة وإعلام مجلس المدينة بأي حالة تخريب ممكن أي مواطن يشوفها تناخذ إجراءاتنا مباشرة. أكيد نتشكرك الأستاذ أنور عثمان مدير مجلس المدينة مدينة اللاذقية صيانة وخدمات، وتحية لجميع العاملين في قطاع الخدمات باللاذقية. مثل ما قلت كانوا جنود مجهولين طيلة فترة العيد وكانت عيديتهم للناس هي المحافظة على جمالية المنطقة. تحية أكيد كبيرة لهم وشكرا كثير لحضرتك. أهلا وسهلا، شكرا لوجودك معنا ومشكورة جهودكم، وإن شاء الله بضل محافظة اللاذقية من أجمل المناطق سياحيا بالعالم مو بس بالعالم العربي. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. هلأ زينب نروح لفاصل صغير ونتابع باقي فقرات حلقاتنا الاستثنائية من محافظة اللاذقية. زينب في كتير مناطق سياحية جميلة في اللاذقية وأكيد المناظر الطبيعية إلى خصوصية بمحافظة اللاذقية. اليوم رح نتوقف بتقريرنا التالي بكسب اللي فيها مناظر خلابة للطبيعة، خلونا نتابعها بالمادة التالية. تعتبر كسب بلدة سياحية تابعة لمحافظة اللاذقية، وهي واحدة من أهم وأجمل المصايف فيها. وتقع كسب بين الغابات على الجبل الأقرع بارتفاع أكثر من 800 متر فوق سطح البحر، وتطل على البحر الأبيض المتوسط. الطريق المؤدي إليها من اللاذقية من أجمل الطرق في سوريا، والذي يمر عبر الغابات
في جبال الساحل السوري ومروج الأزهار البرية وأشجار الزيتون والتفاح وشجر الغار، وصولا إلى غابات الفرلوق الرائعة. وتشتهر كسب بصناعة صابون الغار. كسب بلدة قديمة جدا عثر فيها على آثار تعود إلى ما قبل الميلاد. أعيد تجديد البلدة وبنائها بدءا من عام 1910 بعد تعرضها لحريق كبير. وتحتفظ كسب بأجمل المباني الأثرية والكنائس، وتصل غربا برأس البسيط الرائع على الساحل المتوسط. كما تتميز كسب بسلسلة من الجبال والينابيع التي تنساب بين ثنايا الغابات والخضرة التي تغطي كسب، الغابات السورية والمناطق المحيطة بها وطبيعة الصخور بجبالها الرخامية. وتمتاز بجوها المعتدل وطبيعتها الساحرة الرائعة، وتزدحم صيفا بالسياح والمصطافين من الدول العربية. بعد هالتقرير شفناه لازم كل العالم تزور كسب، تشوف جمال هالطبيعة والهواء النقي، وتعمل فعلا هيك رياحة نفسية شوية من ضغط المدينة والشغل، ما بيمنع يزور هالمقطع ويتعرفوا أيضا على تاريخها. حلو باللادقية إنه في كل منطقة إلى قصة وحكاية وإلى تاريخ. كل منطقة مثل ما قلتي، كل اسم بيحمل بين طياته وحكاية وتاريخ وقصة. ومثل ما قلنا يمكن بسوريا في مناطق سياحية جدا جميلة، لازم كتير مهم نسلط الضوء عليها، تتفاجئي بالمناطق الموجودة عندنا زينب. أكيد نور، وأيضا هذا الشيء موجود بفضل تضحيات أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد معنا شاب عمره 22 لبى واجب الوطن لما نادى من غير ما يتردد، وكان بالميدان جندي مدافع عن وطنه. بشير هارون ما قدرت إصابته بالشلل تمنعه من أنه يكفي، وبإصرار مؤخرا كان من الطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي. وأكيد معنا اليوم هذا البطل اللي عنده إرادة واستمرار بالحياة والمتفوق دراسيا أيضا، البطل أيضا بشير هارون. صباحك. وأيضا أخوه أحمد هارون ووالده يوسف هارون. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. بالبداية بتوجه إليك، يعني دائما يمكن نتفاجأ بإصرار الشباب السوري والإرادة والتحدي والصموخ اللي عندهم. مؤخرا مثل ما قالت زينب، يعني قدمت الدراسة شهادة التعليم الأساسي وطلعت من المتفوقين. خلينا نحكي هاي الإرادة والتصميم، يمكن قد ما حكينا ما بنقدر نعبر عنها، من وين بتكون؟ من دعم الأهل، من التربية، من كل ما قلت يمكن لباك نداء الوطن، فهو الوطن هو أسمى شيء. الله، أنا أول ما تصوبت كنت بس حرك عيني. صوبت ب 25/12/2015 بحندلة حلب. المهم إنه بأساوي شيء بحياتي إنه أقدم درس، والأهل ما أصر معي شيء تطور، يعني إنه يعني بدي أساوي شيء بعمري. كنت ما حرك شيء طاول، كنت بس حرك عيوني، هلا بلش حرك إيدي. وجبت مجموع 250 من قصد 310. انه يعني انه لازم اسوي شيء بحياتي، انه اهلي ما اصر معي بشيء طاول، يعني بتنزيلي او برياضتي كنهار صبح ومساء، وبزخوي يعني دائما نام جنبي كمان، انه بده يقلبني، بده يعني انه يعني اهلك كانوا الداعم الاكبر بشير عندك. يعني بدنا نقول بس العالم انه بعد سنتين من العلاج
قدرت تقدر تحرك ايديك طبعا إيديك وتدرس شوي. كان عندك اصرار تدرس وتتفوق بشهاده التاسع بفضل اهلك المتفوقين يعني مو بس انه اخذ شهاده كان من بين المتفوقين. عم انا بدي اسالك يعني تحكي لنا اول شيء لما شفت هي الاراده عند بشير وشفت اصراره كيف قدرت يعني دائما الاب والام عندهم مشاعر احيانا بيكبتوها حتى ما يقدروا ما يضعفوا الولد بحنانهم. خلينا نحكي بس عن حالة بشير كيف تم الدعم كيف تعاملتوا مع حالته واصراره. هلا بالبداية يعني بشير طبعا يعني سنتين ونص تصوب كان طبعا يعني مثل ما قلت كان يحرك بس عيني طبعا مع العلاج والعناية من طبعا كل أسرة صار مثلا في عنده مثلا في حركة جديدة صار يحول فمن مدة يمكن شيء ست شهور يعني في رفيق وعم بتواصل معه على الفيس قال له إنه أنا طبعا كمان مثل حالته قدمت تاسع وقدمت بكالوريا وصرت يعني بالجامعة قال لي شو رأيك؟ قلت له إيه يعني نحن جاهزين. فكان هو إنه يعني بده يسوي شيء مثلا إنه بده يطلع مثل رفيقه مثلا بده يسجل بالجامعة فأمنا له نحل كل يعني هالمواضيع إن شاء الله. أكيد يعني فخور بابنك ونحن فخورين فيكم لما يكون هالقد في تضحية للوطن هالقد في انتماء يمكن قد ما حكينا الكلمات بتعجز عن وصف هاي المشاعر. خليني انتقل لك انت خيو قديش في فرق اول شيء بالعمر بيناتكم؟ تقريبا سنة ونص. سنة ونص. انت كنت دائما مرافقه برحلة العلاج وكنت الداعم الاساسي له. خلينا نحكي عن هي العلاقة بيناتكم. هلا احنا علاقتنا من صغر يعني وقت ما كنا صغار علاقتنا مع بعضنا يعني ما كان في بيناتنا عمر طويل فالحمد لله وقت انصاب خي يعني ما تحملت انه اشوفه بهالحالة فانا كنت الدعم الاساسي له والدعم النفسي مثل ما بقولوا للمعالج النفسي وهي نقطة كثير مهمة لازم هذا كثير مهم او مهم لحالته لحالته اني اذا ما كانت حالته النفسية مستجدة او مرتاحة مستحيل وصل لهالمرحلة اللي وصل له. بس انا كنت كثير متفائل وكنت كثير مبسوط بفكرة انه قدم التاسع واخذ الشهادة الاعدادية فانا كثير كنت مبسوط لاني الجهد اللي بذلته معه ما راح على الفاضي. شو قلت له لما قال لك بدي اقدم على شهادة التاسع وادرس؟ تعب اكيد كانوا مرافقوا عليه يعني كنت تسمع له كنت تساعده دراسيا يعني كان في شيء ما يفهم وتساعده فيه كيف كان الدعم؟ هلا هو كنت حتى انا يعني كمان بعمل بقدم بكالوريا فكنت عم بدرس بنفس الوقت فكان هذا يعني تقريبا هو اغلبيه المعلومات ياخذها مني بس يعني بما انه انا بعمل بقدم بكالوريا فعندي معلومات لسه اكثر من معلومات عنده فهذا الشيء ساعده انه يكتسب هالمعلومات مع انه صار له قاطع 8 سنين بس الحمد لله يعني حسن يكمل وقدر ياخذ بال كنتوا تحفظوا بعض يعني في تحفيز بين بعض طبعا هذا الشيء اكيد. بشير خلينا بس نحكي يعني خبرنا كيف هيك اجتك الفكره حتى انك يعني بصراحه انه تقدم على التاسع وتفوت ترد ترجع تدرس وبدك يعني عندك طموح انا بعرف انه بدك تقدم لبعد التاسع بدك تقدم بكالوريا وجامعه يعني عندك طموح بمجال العلمي شو كانت خطتك شو كانت دافعك يعني كيف اجتك الفكره انك تكمل يعني انت حدا جربت تجربه بالحياه صعبه لكن قدرت انك تتغلب عليها ما هيك ما عندك طموح فخلينا نحكي اكثر عن تجربتك. هلا مثل ما قالك والدي انه في واحد معه شلل رباعي اسمه مهند هو قال انه لازم تقدم تاسع تساوي شيء بحياتك لاني هو قدم تاسع وهلا بكالوريا وقدم بكالوريا وهلا هو السنة الثانية الجامعة قال انه ضرب التاسع وان شاء الله بده يساعدوك بالتاسع والحمد لله جبت مجموع كتير كويس بالتاسع واهلي ما اطمعت في صوت طبعا شيء اكيد يعني جبت شيء 250 من 30 و 30 و10 وهالشيء كويس لما عرفت نتيجتك شو حسيت؟ حسيت انه يعني كتير انبسطت يعني انه مجموع كويس ورغم اصابتي بشلل رباعي يعني
انه شيء رائع كثير كثير. اكيد. وهي يمكن الاصابه قديش حطته حافز، يعني احنا عم نحكي عن اصابه كبيره وقويه، مع ذلك كان في استمرار بالشغف بالحياه والعمل على انه يكمل الحياه. وفج يعني دراسه بدها متابعه. كأب كيف كنت الداعم الأساسي لإله؟ كيف قدرت تحتويه بكل تفاصيله الصعبة والحلوة؟ عم نشوف بعيونه لبشير أمل وفرحة وبنفس الوقت طموح ما له حدود. هلا هو التعليم تستمر، أكيد الحياة تستمر. بشير من النوع اللي يعني دائما متفائل، يعني دائما عم بتضحك، يعني وجوده أعطانا طاقة إيجابية. طبعا كل رفقاته كانوا يشجعوه كمان، يعني كان على الفيس وكان طبعا يزوروه، فكان في محبة بينه وبين رفقاته وبينه وبين كل الناس اللي تعرف عليهم. وهالشيء طبعا يعني عطاء انه يعني لا هو ممكن انه يسوي، يعني يعني عادي انه اصابته طبعا هو جرحه شرف، ما هو يعني ما هو شيء بيخزي، لا بالعكس. أكيد. هو جرحه كان مثلا عمال هذا هو اللي عم نحكي، اصابته كانت تحدي كبير، يعني اصابته كانت وسام وهي مفتاح المرور والاستمرار بالحياة. كان كل الناس يعني وقت شوفوه بالشارع طبعا يعني يرحبوا فيه ويعني يسلموا عليه، ويعني كان يعني في ود بينه وبين كل الناس طبعا. احمد خلينا نحكي شويه هلا، يمكن بشير عنده طموح لما بعد التاسع والبكالوريا والجامعه، كيف رح تكون شكل الدعم؟ وهل رح تكون ايضا مثل الموجه له علميا بما انك يمكن نصابه دراسيا؟ نعم والله انا بالعكس انا اللي مراحل عمال بعدي فيها الحمد لله هو تقريبا نفس المرحله اللي رح يعدي فيها كمان انا اللي بعديها. فانا ما عندي اي مشكله، ولو انه اخوي قدم بكالوريا ودخل جامعه انا جاهز، ولو انه كان عندي ظروف كان ظروف ما هي ملائمه، انا بالعكس بشجع على الفكره وانا رح اضل مستمر معه ولو حتى لبعد الجامعه ان شاء الله. بس ما قلت لي لما اجى لعندك، ما قلت لي لما اجى لعندك قال لك بده يقدم التاسع، شو كان شعورك وشو قلت له؟ الله انا كانت الفكره شوي انه غريبه، يعني انه قلت له شيء انه صار لك 8 سنين قاطع. نعم. قال لي انا يعني يعني مثل اي واحد بجرب ما في مشكله. قلت له انا ما بعرف، انا بقى يعني بسوي اللي علي بساعدك ومترك كل شيء بقى، يعني عنده بنترك الباقي كله على رب العالمين. بس الحمد لله طبعا اكيد اكيد في جهد كبير، يعني هو عنده بكالوريا ان الاخوات الاخوات بشكل عام بشكل طبيعي يعني بيتعبوا بيسهروا مع بعضهم، فكيف اذا كان اخ عم يدعم اخوه لطموح معين؟ دائما معه يعني 24 على 24 دائما معه بالضبط. بشير نحن اليوم بفضل تضحيات ابطال الجيش العربي السوري موجودين، ويمكن عم نلعب بحياه امنه وعايشين مبسوطين بفضل انتصاراتكم وتضحياتكم. انا بدي اياك توجه رساله لكل رفقاتك الابطال اللي يمكن اللي انصابوا او هن جرحى، هي الاصرار والاراده بالحياه. شو بتحب توجه من تجربتك كلمه لهم لكل حدا يمكن عطى قطعه من حاله حتى نقدر يعني لتراب الوطن؟ انه لا يأس مع الحياه، لا يأس مع الحياه، هذا حلو. اكيد انه لازم يساوي شيء بحياتهم يلي رايحه اجره او يلي عينه او يلي على الكرسي، يعني لازم يساوي شيء بحياته، يعني انه لا يأس مع الحياه طوي طوي طبعا، انه شو يعني ايش بده يساوي بعمره او بحياته. يمكن مثل ما قلت لا يأس مع الحياه، يمكن شو ما حكينا وشو ما عبرنا لنوجه تحيه لرجال الجيش العربي السوري أكيد. لجميع رفاقك بالدرب على الشيء اللي عم تقدموا لنا اليوم لنكون موجودين للحفاظ على امن سوريا. بدنا نتشكرك كثير بشير هارون، نتشكر ابوك وخيك على هذا الدعم، ودائما نحن فخورين فيكم، يعني شو ما حكينا اكيد ما بنقدر نوفيكم حقكم. شكرا كثير لكم. تسلم يا رب، شكرا لوجودكم معنا. وبابطال مثلك يا بشير يعني اللي عندهم هالاراده هن اللي حينجحوا، هن اللي عم يعملوا بصمه بالحياه. انا بتمنى لك كل التوفيق وتحقق الشيء اللي ببالك اكيد ان شاء الله تتحقق كل احلامه، بتكون تجربه واعده لكل حدا وايضا عبره ايجابيه لكل حدا بالحياة عنده أي شيء، لأنه عن جد لا يأس مع الحياة، اللي عنده إرادة بيوصل لك شيء. أكيد. شكرا لوجودكم معنا.
التنور، التنور عبر كل العصور الماضية لوقتنا الحاضر هي آلة الخبز الشعبي اللي بتتجسد فيها روح التراث وعبق التاريخ من 7000 سنة. اليوم عم تنبض بالحياة على جوانب الطرقات وخاصة على طرقات السفر لكل المسافرين بيتقصدوا انه ينزلوا ويدوقوا التنور. خلينا نحكي ايضا على العلاقة الوثيقة اللي بتربط خبز التنور باشكاله المتنوعة الابيض والمحمر بين الحنين للماضي بهذا التقرير. بسيط لذيذ الطعم يشتهر به الريف السوري، مكون من طحين القمح الخالص ما يكسبه لونا جميلا ومذاقا شهيا، وممكن أن يكون طحينه من حبوب مختلفة حسب الوفرة. خبز التنور ومن لا يعرف هذا الطعم الجميل المختلف، وخاصة عندما تزور أرياف دمشق جبالها وساحلها، فلخبز التنور حصة كبيرة لدى أهالي هذه المناطق. ففي ريف اللاذقية وهي من أجمل المناطق نرى القرويات يخبزن التنور بطعم البساطة ليقدمنه إلى كل من يرغب في تذوق خبز القرية الشهية. على التنور يكون العجين جاهز من العجانة، منجيبه منقطعه قطع صغيرة وقطع كبيرة، شيل الخبز شيل الفطاير يعني. طبعا الحشوات نحن بنعملها عايدنا، كل واحد بيعملها يعني، أنا والخبازة بنساعد فيها كأنه عم نعملها للبيت، لأنه إحنا بدنا ناكل منها قبل كل العالم، ويعني بنساعد أنا وياها. أنا بقطع وبرق العجين وهي بتحشي وبتحط بالتنور. الأنواع الموجودة كل شيء شو تطلب فيه عندنا، من المحمرة حتى البيتزا محمرة، الجبنة، القريش، السلق، الزعتر، الفطر، المرتديل، القشقوان. يعني التنور الحمد لله شغال بكل الأيام، خاصة أيام العيد. أيام العيد بنفتح من الصبح للساعة 12 بالليل، ويعني منسكر بكون طلبات السفر، والحمد لله يعني الشغل منيح. قديما كان الساحل السوري وسوريا بشكل عام كان التنور هو في كل بيت موجود، وبفتره من فتره من الزمان التغت هاي العادي وهذا التراث التغى. باوائل التسعينات رجعت كل البشر انه تشتغل، رجعت التنور ورجعت هذا التراث لانه وصار مصدر رزق لكثير من الناس. يبقى لخبز التنور طابعا خاصا، فهو تراث وعراقة ومقصد لجميع الزوار في طرق السفر للتوقف عند أقرب فرن تنور لتذوق طعمه الممزوج بأصالته وبساطته.
نور رحلتنا هلا رح تكون مع الفن التشكيلي، وفناننا لليوم هو خريج كلية الفنون الجميلة اختصاص ديكور، له مع الرسم رحلة طويلة. مؤخرا كان له مشاركة بافتتاح مع صالة عرض او جاليري حمية للفنون. فنان التشكيلي ماريو يوسف، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحكم سوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. بالبداية خلينا نعطي لمحة عن حضرتك للمشاهدين، إذا بنعرف الناس عنك شو بتقول؟ درست كلية فنون جميلة 87 ل 92، خريج قسم العمارة الداخلية اللي راح يصير له حضور على الساحة بأعمار سوريا إن شاء الله. إن شاء الله. باختصاص احنا الأساس التصوير، هاي في مادة بناخذها طول فترة الدراسة. ف بيضل الفنان الخريج الكلية عنده شغف للعودة إلى العمل التشكيلي كلوحة، يعني ضمن إطار جميل. بدأت رحلتي كسكتشات يعني بالبداية، لأنه عملي الأساسي تصميم داخلي كوقت يعني، لكن مؤخرا عملت معرض فردي بنهاية 2014 بالمركز الثقافي بالأدبية، كان له صدى كتير حلو، أعمال مقاسات كبيرة. ولاحقا عملت مشروع بالأبيض وأسود، أيضا لوحات كبيرة لكن لسه ما عملت فيهم معرض. وعندي مشاركات جماعية في أكثر من معرض يعني. ماريا رح نكمل، لكن رح نروح طبعا على الاتجاهات الإخبارية السورية لنتعرف على أبرز الأخبار والمستجدات على الساحة الإخبارية العالمية والعربية مع زميلنا رائف مرعي. سعد صباحك يا رائف. صباح الخير زملاء، والآن أعزائي المشاهدين إلى موجز لأهم الأنباء. أسعد الله صباحكم بكل خير. موجز لأهم الأنباء. حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما جديدا في عملياتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في عمق البادية السورية. مراسل الإخبارية الحربي في السويداء ذكر أن وحدات الجيش نفذت عملية دقيقة ومركزة على أوكار إرهابي داعش في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة السويداء باتجاه البادية، كبدت خلالها التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد. المراسل لفت إلى أنه بنتيجة العمليات تمكنت وحدات الجيش من الوصول إلى منطقة قبر الشيخ حسين في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي. اختتم مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة أعماله في ظل رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد السفير حسام الدين آل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بعد انتهاء الجلسة الختامية للمؤتمر والتي عقدت برئاسته أن نجاح الرئاسة السورية للمؤتمر والدعم الكبير الذي حصلت عليه من الأعضاء الفاعلين فيه شكل انتصارا سياسيا مهما، وجاء في توقيت يتوازن مع الانتصارات التي تحققها سوريا في حربها على الإرهاب المدعوم من الخارج. في الشأن الفلسطيني، أصيب المئات من الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 206 مواطنين فلسطينيين أصيبوا، منهم 120 عولجوا ميدانيا و86 آخرون جرى نقلهم إلى المستشفيات، بينهم 44 أصيبوا بالرصاص الحي و30 بحالات اختناق بالغاز، فيما وصفت إصابة 7 فلسطينيين بالخطيرة. في خبرنا الأخير، استهدف سلاح الجو اليمني تجمعات لقوات تحالف الأدوان السعودي ومرتزقتها على الساحل الغربي لليمن. مصدر عسكري أكد تدمير رتل من المدرعات والآليات التابعة لقوات العدوان والمرتزقة. من جهتها دمرت وحدة الهندسة العسكرية في الجيش 11 آلية عسكرية ومدرعة بمن فيها من جنود العدوان والمرتزقة. أعزائي المشاهدين، كانت هذه نهاية الموجز، والآن نعود إلى الزملاء في استديو صباح نغير.
الهواء لكم، تفضلوا زملاء. شكرا لك يا رائف. متابعينا اكيد مشاهدينا صباحنا غير من محافظة اللاذقية، يعني مثل ما شايفين بالرغم من الهواء وتغير الجو الاربع فصول اللي عم نمر فيها باليوم الواحد، لكن جو المناظر الطبيعية وجمال الطبيعة بيضغى على كل شيء. أكيد في منخفض لأنه هلا في منخفض صغير، يعني نحن ما عم نعرف شو الجو. أكيد أستاذة ماريو، خلينا نحكي شوي عن مشاركتك أيضا بجاليري حزمية، خلينا نحكي عن الأعمال اللي قدمتها. أنا حقيقة ما شاركت بجاليري حزمية، بس زملائنا وأساتذتنا الكبار على مستوى التشكيل السوري شاركوا، كان في ثلي من الفنانين الرائعين على صعيد التشكيل السوري. صار في رأيك بالأعمال إن كان سلبا ولا إيجابا؟ شو بدنا نحكي؟ يعني الحقيقة اللي المشاركين كانوا عمالقة. خلينا نحكي عن المشاركين، مين هي الأسماء الكبيرة؟ الأسماء الكبيرة يعني كان عندنا هلا من اللاذقية الدكتور نزار صابور، الأستاذ علي مقواس، السيدة جليلة التشكيل نصير، وكان في من حمص إدوار شهدة وعبد الله مراد وغسان نعنع، وأيضا من دمشق أظن الدكتور باسم دحدوح، وهيدون على صعيد التشكيل الأستاذ مجدي حتمية من اللاذقية أيضا. أرجو أني ما أكون نسيت حدا. هيدون بالنسبة للتشكيل في الدكتور خالد المزم اللاذقية أيضا. بالنسبة للنحاتين كمان كان في نصوص نحتية جميلة، فنانين أبي حافوم، جميل قاشا، كان في محمد بعجانو ومصطفى علي. حقيقة كلهم رائعين، ما حدا بيقدر يحط أي ملاحظة، كلهم زملائنا. نحن هلا عم نشوف أيضا مشاهد من افتتاح جاليري حتمية على الهواء مباشرة، اللي مثل ما حكينا فيها أسماء عمالقة بالفن التشكيلي والنحت كبار من اللاذقية ومن غير محافظات سورية. خلينا نحكي كمان أستاذ ماريو عن التدريس، اللي هو بالنسبة لك كمان هو شغف لتنقل موهبتك أيضا للطلاب اللي عندهم هاي الموهبة. والحقيقة أنا قدمت على مسابقة بعثة داخلية لحساب التربية، فوقت فيها ودخلت الكلية لصالح التربية التعليم الثانوي، واشتغلت بالقطاع التربوي من التخرج لهاللحظة. اعترضتها فترة إدارة 2011-2015 إدارة معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية، بعدين رجعت على التدريس، تابعت رسالتي خدمة الفن التشكيلي. طيب خلينا نحكي عن حالة الفن التشكيلي اليوم بمحافظة اللاذقية، في مساحة كبيرة للفن التشكيلي، في أسماء كبيرة أبناء المحافظة، اليوم حالة الفن التشكيلي، الفن التشكيلي باللاذقية كيف بتشوفه؟ هلا الحقيقة ظهرت قوة الفن التشكيلي بالشارع الثقافي بمحافظة اللاذقية بهالفترة الأخيرة، يعني كانت متفوتة على نفسها، كان في أكثر من صالة خاصة، وهلأ توجها الأستاذ الجميل مجدي حتمية فنان تشكيلي أيضا، عمل صالة بكل المقاييس جميلة، فكان الشارع الثقافي باللاذقية مهم جدا وملفت للنظر على صعيد الثقافة والفن التشكيلي. الفعاليات اللي حصلت حقيقة كثير كبيرة، ترتقي إلى مستوى وطن. نعم، خلينا نحكي كمان أستاذ ماريو، كل فنان تشكيلي له ألوانه الخاصة ورؤيته الخاصة وشي خاص يعمل له بصمة بلوحاته، بالنسبة لإلك شو أكثر شيء بشدك لتعبر عنه بالفن التشكيلي، وخاصة أنه الفن التشكيلي معروف هو الألوان بتحكي في رموز تعبيرية معينة عم تعطي رسالة معينة. هلا أنا بالنسبة لي يعني الألوان الساحرة اللي أنا بعتبرها هي التركواز مع الرماديات، من روح الطبيعة لورانا. التركواز البعض بيفهمه فيروزي، هو علاقة ما بين بياض الأزرق والأخضر، يعني هذا لون ساحر بالنسبة لي وجذاب، كون بيئتي ساحلية يعني وبحر. أما هو لوني المفضل أنا الحقيقة السيلفر الفضي ولون
الناري هو الجولنار. الوان الناري. لون الجولنار هو لون بسموه لون الفينيق. كمان من وحي محافظة اللاذقية. أكيد نتشكر. نعم نعم كله تراثنا هذا. يعني. أكيد نتشكرك على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق وبنوجه التحية لكل الفنانين اللي كانوا مشاركين بافتتاح الصالة. مثل ما قلت في فنانين كبار أبناء محافظة اللاذقية من جميع المحافظات، وسوريا يمكن مليئة بالفنانين اللي إحنا بنفتخر فيهم على مدار العصور. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق بكل النشاطات القادمة، وإن شاء الله دائما نسمع أنه في معارض فنية تشكيلية تقام باللاذقية، لأنه عندكم متوفر كل أركان الجمال لحتى ترجموه بصور. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك. أما هلأ سلمى ننتقل لزميلتنا سلمى عودة اللي زارت الشاطئ ورجعت لنا بالمادة التالية. كانت منطقة كتير جميلة شعبية، كان في كتير ناس وعجقة. كيف كانت الأجواء؟ بنتابعها مع زميلتنا سلمى عودة بالمادة التالية. يسعد اوقاتكم مشاهدي الاخباريه السوريه، نحن حاليا متواجدين على احد الاماكن بشواطئ اللاذقيه، وهي من احد الشواطئ الساحليه الجميله يلي فينا نقول انه هي بمقدور جميع الناس التواجد هون والتمتع اكيد بهواء البحر. رح نعمل جوله صغيره معكم لنشوف كيف الاجواء وندخل عند احد العائلات ايضا السوريه المتواجدين. مثل ما شايفين الشط بيوفر وبيامن للجميع التواجد، جود جلوس، اشياء كثيره متواجده هون وببساطه. مرحبا، يسعد اوقاتكم. اهلين. يا هلا اهلا. فينا نقعد معكم؟ مرحبا، تقعديني جنبك. اول شيء نحن يعني بدنا اول شيء نتعرف هيك كيف الاجواء عم تعيشوها، كيف البحر هلا بهالايام، كيف شايف الجو؟ الحمد لله الاجواء كثير حلوه واجواء فرح، ومثل ما شايفه هيك البحر كثير حلو والجو كثير حلو، ومعنا الاولاد هيك جايبين. حضرتك من اهالي اللاذقية؟ ايوه من اهالي اللاذقية. ايوه اهلا. يعني يوميا ممكن شخص يقدر يجي لهون ويقعد؟ فينا نقول الشواطئ مفتوحه بشكل عام، متوفره الخدمات، بسيطه؟ لا لا الخدمات تمام وغير شكل، ومثل ما شايفه يعني الاسعار منيحه يعني. ايه الحمد لله. نتعرف بحضرتك كمان كيف الاجواء؟ مليحه تمام، يعني انه اهم شيء هون الفقير بيحسن يجي قبل الغني، انه الاسعار مليحه. بتعرفي انه الواحد انه بيكون عنده 5-6 اولاد ما فينه يجي على محل غالي، فهون انه الحمد لله الاجواء مليحه، الاولاد بيسبحوا يعني بننبسط شوي بنغير شكل. اي والله ان شاء الله هيك. يعني نحن عم نقول هي الصيفيه غير، يعني بكل المحافظات بشكل عام مو بس باللاذقيه، وبتنعكس على اللاذقيه بشكل خاص، يعني باعتبار اكيد تضحيات جنودنا البواسل بكل المحافظات، عوده الامن والامان. كيف عم تلمسي هذا الشيء؟ يعني حضرتك من اللاذقيه واكيد بتيجي هون سنويا، كيف عم تشوفي شو الفرق، شو اللي متغير بين سنه وسنه؟ هلا اكيد العدد اللي صار بالمحافظات اللي عم يجوا العالم بيصيفوا العدد اكبر، لكن ما شاء الله مليان. وهون الاسعار هون للشعب، يعني هون الاسعار منيحه وخفيفه، فينا نجي كل يوم اذا بدنا. طبعا الاسعار حلوه وكويسه الحمد لله، والتقديمات الخدمات متوفره، شط حلو ونظيف وخدمات كويسه كثير. ايه الحمد لله رب العالمين. تماما، هي من المناطق اللي معروفه بالعموم بشواطئ اللاذقية، من الشواطئ خلينا نقول الشعبيه البسيطه، الشعبيه مثل في الرائد العربي، في البسيط، في يعني في مناطق اكثر شيء هون، يعني هون الشاطئ يعني كثير كثير. بدي اتمنى لكم قعده حلوه، واشكركم على انه خليتونا نقعد معكم، شكرا كثير لكم. تسلمي تسلمي، كلك ذوق. ها وهي رح ناخذ، هي حناخذ شفه يسلم هالايدين، كلك ذوق. يعني مثل ما تابعنا عينه بسيطه من احد العائلات السوريه من محافظه اللاذقيه بشاطئ الكرنك، وهو احد الشواطئ اللي بتتميز بجودتها، جوده الخدمات وايضا بساطتها. فهون فينا نقول السياحه الشعبيه، الفقير والغني بيقدر يكون متواجد. رح نكون معكم اكيد برسائل ثانيه لننقل الاجواء بمحافظه اللاذقيه والسياحه بمحافظه اللاذقيه من عدة أماكن. شكرا لكم، هي كانت رسالتنا لليوم. باي باي. يا سوري يا
الفو والنجمات بعنقك ضو يا سوريا الاسمك فو والنجمات بعنقك ضو لو هاجرنا من مهاجرنا تبقي الحب ونحن الشو لو هاجرنا من مهاجرنا تبقي الحب ونحن الشو من أرضك طارت الحروف بهالكون تسافر وتطوف من أرضك طارت الحروف بهالكون تسافر وتطوف لو طيرك عن حورك غاب يرجع لك قلبه محروق لو طيرك عن حورك غاب يرجع لك قلبه محروق يا سوريا الاسمك فوق والنجمات تبعنقك طوق لو هاجرنا من مهاجرنا تبقي الحب ونحن الشوق لو هاجرنا من مهاجرنا تبقي الحب ونحن الشوق أهلا وسهلا فيكن هون من أي جنسي ولون لو ما سوريا بهالكون ما بيخلق للورد عروق لو ما سوريا بهالكون ما بيخلق للورد عروق يا سوريا الاسمك فوق والنجمات بعنقك طوق لو هاجرنا من مهاجرنا تبقي الحب ونحن الشوق سلم هالصوت يعني من سوريا اهلا وسهلا بالزوار عم بيرحب بكل الزوار ونحن جايين كمان على دقية فناننا لليوم نور هو فنان عم يعيد احياء التراث الساحلي بطريقته المعاصرة القريبة من كل الشرائح اللي كمان طلع من بيئة يمكن طابع الغالب عليها هو اللون الشعبي وشق طريقه بسهولة ليكون قريبة من كل الفئات أكيد زينب ورغم ظروفه القاسية قدر أنه يحقق مكان مرموق من خلال أغانيه الجميلة وصوته العذب الفنان سامر أحمد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر خلينا نحكي شوي عن موهبتك هالموهبة يمكن الجميلة والراقية مثل ما قلنا بالمقدمة اللي عم تحاول شق طريقة ويكون الأغاني التراثية عم توصل لكل الشباب والفئات بطريقة معاصرة فخلينا نحكي كيف اجتك الفكرة حتى تقدم هذا اللون وخاصة أنه أنت من محافظة الساحل يعني عروس البحر اللاذقية فكيف اجتك هاي الطريقة حتى توصل هلا. التراث لكل الشرائح هلأ إن شاء الله نحن نقدر نعمل شيء ونترك بصمة بهالمجال رغم كل الظروف الصعبة اللي عم تواجهنا لبلشت الفكرة أنه أنا يعني كان عندي أغاني خاصة وتعاملت مع شعراء وملحنين من اللاذقية كبار كتير منهم الأستاذ المرحوم عصام الخطيب والشهيد شادي محمد والأستاذ محي الدين بليدي والأستاذ مازن الخطيب وفي شعراء كثير إن شاء الله ما أكون نسيت حدا بالإضافة للشيء أنا كاتبه وملحنه فعم نحاول نقدم الأغنية بشكل يلائم ظروف المعاصرة اللي عم نعيشها من تطورات التكنولوجيا والشيء اللي عم نشوفه من تطورات سريعة بهالمجال يعني لكن حتى اللحن على العود راقي يعني اللحن بيرجعك لأيام زمان تمام هلا حلو كثير العود وهو آلة تراثية قديمة جدا بس ولكن يعني بدنا نحاول نولف بين العود والشيء المعاصر هذا اللي بدي أسألك عنه سامر التراث الساحلي السوري جميل جدا وغني يعني مليء بالأغاني التراثية الشعبية القريبة من القلب ومتنوع هو كمان متنوع بين ساحل وجبل بشكل كتير كبير قديش مهم اليوم الحفاظ على هذا التراث السوري الساحلي بطريقتك المعاصرة يعني بتفوت من القلب على طريق العود لكن بنفس الوقت كما قلت من نواكب العصر والمحافظة على التراث هي مسؤولية بنفس الوقت ورسالة صعبة أكيد هلأ أي بلد في العالم متطور ومتقدم ويحاول يوصل لحضارة متميزة
لابد من انه يرجع يتكئ على التراث ويقدمه بشكل افضل ويقدمه بشكل مميز، انه اي حضاره بدون تراث هي ما لها وجود ولا لها استمراريه. فالفكره انه الساحل عندنا او سوريا بشكل عام متنوعه بتراثها اللحني والغنائي والحضاري، بين جبل بين ساحل بين داخل بين جنوب بين شمال، يعني متنوعه جدا بالانماط الغنائيه. هلا كيف بدنا نقدر نحاول نوصل هيدي الالوان؟ اللي انا حتى عامل بين الاغاني الفراتيه من نحن فراتيه عراقيه، فراتيه هذا المنطقه كلها، وبين اغاني الساحل بين اغاني المدينه بين اغاني الجبل، في تشكيله متنوعه كثير من الاغاني. ان شاء الله نقدر نوصلها، يعني تقدر توصلها بس تسمعنا. اكيد يلا أكيد. سمعنا رح نسمعكم اغنيه خاصه هي كثير انشهرت لي، هي مثل القصب. خلي الشعر مفلوش من فوق الصدر، تتراقص النهدات لما بتنهدي، شعرك فلشتو مثل ورقات الحب لما تفلش حالها تلم الندي. مثل القصب متخصور وواقف على حيلك، هوج دايلك ترقص عجن حريح والريح تحديلك، ميل على عنات القصار ما أجمل مينك، أميل على عنات القصب لسكر وغنيلك، ميل على عنات القصب ما أجمل ميلك، أميل على عنات القصب لسكر وغنيلك. أنا أجمل حلم بالبال، وكل حلم بهدني بدو غزل، غزل الهنا وغزل الهوى وغزل الحرير وضم طول الشال، غزل وغزل غزل قميص الليل، خلوا القصب يسرق مواويلك، يا فارس بلا خيل خيال لا تلوم، هديت من الحيل وعيونك خصوم، يا فارس بلا خيل خيال لا تلوم، هديت من الحيل وعيونك خصوم، غاويت ورقصت بقميص الليل بال القمر تتحرقص نجومه، هو الشمس غزلت غزل هم الويل من الحب لما زادت همومه، ونزلت غصب وبإيدها جرت مكاحيلك، مثل القصب متخصور وواقف على حيلك، أوج دايلك ترقص عجن حريح والريح تحديلك،
جميلة على عنك القصار ما أجمل ميلك أميلة على عنك القصار لسكر وغني لك. الله يسلم هالتم. يعني إذا بندقق بالأغاني التراثية القديمة كلمات جدا عميقة في معاني في تفاصيل. هي أغنية خاصة أغنية جديدة كلمات وألحان شاعر بس في كثير من الأحاسيس العالية في كلمات الصور في الكلمة يعني نحن بنفتقر لهي الكلمات اليوم يعني هلا اليوم موجود موجود الكاتب والملحن موجودين عندنا بس ولكن موضوع التسويق موضوع الانتشار الأغنية هو يعني في قدامه عسرات كثير نحن يعني صامدين ان شاء الله نقدر نكفي بهالمجال ان شاء الله يا رب. خاصه انه بتقول اكثر من علمك بمجال الفن هو فيروز وجوزيف صقر. اكيد يعني نحن متكيين على التراث وعلى ذاكرتنا بهالمجال للفنانين العمالقه. هي غنية جديده هي من كلمات والحان عصام الخطيب هي من 2008 انا طرحتها بالسوق. كان مثل ما قلت بس مين ما سمع بيقول انه هي الاغنيه تراثيه لانه فيها الغناء تراثي قديم كلام واللحن يعني شيء كثير بيلامس هي الذاكره الحلوه اللي يعني. كان لك تجربه بدار الاسد للثقافه والفنون غنيت اغاني ايضا تراثيه من هذا النوع الراقي تمام. كيف حسيت تفاعل الجمهور معك مع هذا اللون خاصه مثل ما قلت لنا انه انت جامع كل الثقافات السوريه بنفس يعني المنحة اللي هو العود والكلام الهادي والرايق اللي توصل الكلمه واللحن والمعنى لل تماما. هلا انا تعاونت بالحفل دار الاوبرا طبعا مشكورين دار الاوبرا كلهم على استقبالنا الكريم كان بهالمجال. كان في اوركسترا اوغاريت بقياده الفنان والمايسترو وسام الشاعر اللي تعاونت انا وياه على توزيع الاغاني وطرحها وتقديمها بشكل يناسب الاوركسترا يعني. كانت ب 28/4 بعتقد ب 2016 كانت الامسيه. انا بالحقيقه تفاجات كثير بمدى تفاعل الناس والحضور الهائل اللي كان مشرفنا بهذيك الحفله. كان في وجوه فنيه ايضا كبيره كثير بوجه لهم تحيه. كان كثير تفاعل الناس حلو انه فنان ملاذقيه يعني الطابع الموجود عندنا هون انه انا راح اغني اغنيه دبكه او هيك شيء. فكان المفارقه انه لا انا طرحت اغاني خاصه هي بتشبه الساحل بتشبه الجبال بتشبه سوريا صحيح الجميله بكل الوانها الغنائيه. فكان في اغاني خاصه قدمناها كان مثل قصب ويا ورد وام الوفا. كان في أغنية فراتية للشاعر العراقي الكبير رياض النعماني والحان الملحن الكبير كوكب حمزة وجه لهم تحبيري. كمان طرحناها بتوزيع جديد نالت إعجاب الناس. في أغاني بتحب إنك ترجع توزعها يعني كتير صوتك هو يمكن مرن خلينا نقول بتلبق له كتير في أغاني في حنية الساحل يعني في حديد الساحل أنا في أغاني بتحب تسمع هذا طموح صراحة أدين. هذا طموح إنه نرجع نشكل اللوحة الفنية الأغنية السورية الجميلة نرجع نشكلها بألوان جديدة إن شاء الله يعني نقدر نطرحها وتستساغ لكل الشرائح المجتمع إن شاء الله. خلينا نحكي قديش متأثر حضرتك بموسيقى الراحل محمود عجان. هلا أستاذنا الله يرحمه أستاذ محمود عجان أستاذ كبير كتير أستاذ على مستوى العالم مو على مستوى سوريا فقط. هلا هو علمنا الفقه الموسيقي انا بعرف انك متاثر فيه كثير لهيك عم نسالك اكيد يعني الله يرحمه كان يعطينا من قلب يعني لما يكون في انسان كبير معطاء بهالطريقه هيدي لا يمكن انه ينتسى وفنه اكيد باقي فينا وموسيقاه وطريقه يعني طريقه طرحه للموسيقى وتعليمها اثرت فينا لحد الان. نحن لما بدنا نعلم بنعلم باسلوبه حلو حلو الوفا أكيد أكيد طبعا. طب خلينا نسمع شيء أغنية بتحب تعيد تجديدها بصوتك أو بتحب تغنيها بصوتك الدندنة هي دائما نطلب منها بكثير سهرات وبقعداتنا دائما الأغنية هي من تراث الساحل السوري يلا خلينا نسمع يا ما أحلى فسحة يا عين على راس البر والقمر نور عين 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 علمو على موج البحر علمو على موج البحر
شغل بالي قال لي تعالي يا شغل بالي كوني حلالي يا عين على طول العمر والقمر نور عين 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 علمو علمو جلبحر علمو علمو جلبحر أصل المحبة ضحكة ولعبة أصل المحبة ضحكة ولعبة خلينا صحبة يا عين على طول العمر والقمر نور عين 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 علمو علمو جلبحر علمو علمو جلبحر سلم هالصوت يعني ما في احلى من انه يكون مسك الختام على موج البحر ومن عروس الساحل اللاذقيه مع مبدعينا من محافظه اللاذقيه شكرا لوجودك معنا نتمنى دائما لك التوفيق وانه هالصوت الجميل ياخذ حقه ومساحته ايضا بايام القادمه ان شاء الله بكره احلى شكرا لك اكيد بنتشكرك على وجودك معنا الفنان سامر احمد ونتمنى لك التوفيق بجميع نشاطاتك القادمه تفتقر الساحه يمكن اليوم لأصوات عريقة ومرموقة مثل حضرتك والحفاظ على التراث هو مسؤولية ورسالة تتناقلها الأجيال فبتمنى لك التوفيق بكل أعمالك شكرا كثير لك شكرا لك نور لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم أكيد نحن مكملين معكم بثلاث حلقات كمان من محافظة اللاذقية كل يوم الساعة 9 صباحا الإعادة 1 بالليل لأي اقتراحات راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير وأكيد بدنا نقول دائما لأبطال الوطن اللي مسيجينا وكلنا درع وحماة الوطن الله يحميكم يا شباب والله ينصركم وأكيد شو بدنا نقول نور لكل اللي عم يشوفونا شوفوا معنا كل يوم منطقة جديدة من اللاذقية اليوم نحن طلعنا لكم من أفاميا بكرة رح نكون معكم من مكان جديد نور عم نحاول خلال 4 أيام زينا بنكون بمناطق متعددة من محافظة اللاذقية وريفها لنرصد جمالية المنطقة مثل ما قلنا بالبداية ونرجع بنقول بالختام في مناطق طبيعية خلابة في محافظة اللاذقية كمان نوجه بالختام تحيتنا دائما لرجال الجيش العربي السوري حماة الديار الله يحميكم يا شباب وين ما بتكونوا ولأي فكرة حابين تطرحوها بحلقاتنا القادمة في محافظة اللاذقية فيكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير بالختام تحيتنا لكل مشاهدي الإخبارية السورية إلى اللقاء باي باي